استوديو قناة الجزائر الدولية الدكتور حكيم بغرارة محلل سياسي جزائري، مرحبا بكم دكتور. أهلا بالمشاهدين، شكرا. أهلا بك. ومن النيجر ينضم إلينا في الشؤون أو الخبير في الشؤون الأفريقية إدريس آيات، مرحبا بكم. أهلا وسهلا بك السيد إدريس آيات. مساكم الله بالخير. أهلا وسهلا. سأبدأ معك أستاذ هنا في الاستوديو أستاذ حكيم بغرارة. تستمر الجزائر طبعا في مساعيها منذ سنوات لتوحيد الرؤى في القارة الإفريقية وتوحيد المطالب الإفريقية على مستوى الهيئات الأممية. كيف يمكن تفعيل هذه المساعي وإعطائها دفع قوي؟ وحقيقة حديث اليوم وزير الخارجية رمضان العمامرة على ضرورة أن تتكلم إفريقيا بصوت مشترك، أعتقد بأنه رسالة يعني واضحة ومشفرة للكثير من الدول الإفريقية التي ربما تعتقد بشغلها مثلا لمقعد غير دائم في مجلس الأمن بأنها تتحدث باسم تلك الدولة، لكن الواقع بأن المقاعد غير الدائمة في الأمم أو مجلس الأمن الدولي هي مقاعد تمثل القارة السمراء، ويجب توظيفها لخدمة القضايا الإفريقية وخاصة القضايا العادلة. وأعتقد بأن هذا المؤتمر جاء بعد قرار مجلس الأمن الدولي 2602 متعلق بالصحراء الغربية، أين امتنعت تونس عن التصويت بالنظر للحيثيات التي تضمنها مشروع القرار والذي لم يكن يتوافق مع مصلحة الصحراء الغربية، وتم شن حملة يعني مغرضة وشرسة ضد تونس. كيف لها مثلا أن تقف ضد يعني توجهات المغرب في القضية الصحراوية؟ وبالتالي فعمل الجزائر في الهيئة الإفريقية أو الاتحاد الإفريقي له عدة محاور، وأعتقد بأن رمضان العمامرة طرح إشكالية تمويل الاتحاد الإفريقي وطالب من الدول الإفريقية بضرورة تمويل الاتحاد حتى تضمن استقلالية القرار، لأن المتوغل في الاتحاد الإفريقي يعني يطلع على الخروقات أو الاختراقات الكبيرة التي تعرفها الهيئة الإفريقية خاصة في اتخاذ القرارات والقسام يعني المواقف الإفريقية، وهو ما قد يكلفها غاليا. الاتحاد الإفريقي يعني نهض مؤخرا مثلا على زيارة رئيس الاتحاد الإفريقي تشيسيكيدي إلى الكيان الصهيوني لمدة 3 أيام، وهذا ما سيعقد يعني ملف انضمام كيان صهيوني كدولة مراقبة والاختلافات التي ظهرت في اجتماع يعني رؤساء الخارجية للدول الإفريقية مؤخرا، وتم تأجيل البدء في الموقف إلى غاية فبراير المقبل أمام قادة الدول. وبالتالي فالاتحاد الإفريقي يعرف الكثير من الخلافات والاختلافات والأزمات البينية، وهو ما يؤثر على سمعة وقوة القارة. وحتى المطالب مثلا التي تعود إلى قمة سرت في 2005 بمطالبة يعني الرأي العام العالمي أو الأمم المتحدة بمنح إفريقيا مقعدين في مجلس الأمن دائمين، لكن المطالع على واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا يجعل هذه المطالب ضعيفة بالمقارنة مع أمل وتطلعات. نعم دكتور. نذهب إلى ضيفنا من النيجر عبر سكايب سيد إدريس آيات، مرحبا بك مرة ثانية. في نظركم ما الذي يعيق إجماع الأفارقة بخصوص حل أزماتهم المختلفة خاصة الأمنية والاقتصادية تحديدا؟ أولا شكرا لكم مرة أخرى على هذه الاستضافة. العفو. هذا الموضوع ليس موضوعا جديدا كما تعرفون، يرجع إلى النقاشات حولها ترجع إلى ما قبل الاستقلال وفي عهود الاستقلال أو الفترات التي عرفت بفترات ما بعد الكولونيالية، التي كانت خاصة دولة الجزائر أيضا محورا أساسيا، والكثير من الدول الأفريقية كانت أو كما كانت تسمى ذلك الوقت قبلة الثوار. كثير من الناشطين والمناضلين والمقاومين الأفارقة كانوا اجتمعوا على أثاث الثورة الجزائرية كمنطلق لتوحيد الفكرة الأفريقية والرؤى الأفريقية في القضايا الأمنية والاقتصادية، لكن السياسية أيضا، لأن السياسية مهمة عندما نتحدث عن وجهة نظر أفريقية على المستوى الدولي. فعندما يقال لك مثلا الرأي العام الأفريقي مقارنة بالرأي العام العالمي عندما يتحدث عن أوروبا والولايات المتحدة، هنا نلاحظ حجم التقزيم لقارة تضم 55 دولة أو 54 دولة لمن أراد.
فالإشكالية ليست حديثة، الإشكالية ترجع إلى جذور ما قبل الاستقلال. فآنذاك كان هناك رؤيتان، الرؤية الأولى تقول أن على القارة الأفريقية أن تكون كيانا أفريقيا يكون بمثابة عصبة الأمم لكن بطريقة أفريقية، الوحدة أفريقية. والرؤية الثانية كان بقيادة الرئيس غانا الراحل كوامي نكروما أن نحتاج إلى كيان فيدرالي موحد لكل القارة الأفريقية تضم مجموعة الدول الأفريقية، لكن على أن تكون لها عملة واحدة وسياسة خارجية واحدة وجيش دفاع واحد، هكذا نستطيع أن نفرد أنفسنا على المستوى الإقليمي وكذلك على المستوى الدولي وحتى في عصبة الأمم ومجلس الأمم المتحدة لاحقا. طيب. فأنا أعتقد أن عدم الأخذ، لأنه في الاجتماع اللاحق الذي حدث في مونروفي تم ضرب تم تخطي رؤية ونصائح قوام نكرومة وتبني رؤية أن ينتمي كل واحد إلى دولة معينة مع توحيد الرؤى. الإشكالية أنه عندما ينتمي كل واحد إلى توحيد الرؤى يصعب الخروج من قالب الدولات الصغيرة والخروج برؤية واحدة. الآن نرى مثلا في شمال أفريقيا خلاف بين الجزائر والمغرب، نرى مثلا في غرب أفريقيا خلاف بين غانا ونيجيريا، امشي إلى شرق أفريقيا هناك خلاف بين إثيوبيا والسودان، كل لا يريد أن يتنازل عن رؤيته لأنه تبنى. وصلت الفكرة سيد إدريس، سأعود إليك عفوا على المقاطعة. سيد ودكتور حكيم بغرارة، هل ترى تمويلات الخارجية تذكرتها في سياق الإجابة في سؤال عن السؤال الأول بقيت حجرة يعني عثرة في طريق هذا التكتل لكي ينطلق إلى ما وصلت إليه الاتحادات الكبرى، الاتحادات مع على غير الاتحاد الأوروبي؟ هو حقيقة يعني حتى اجتماع اليوم الذي يختتم يوم السبت هو لمفوضية السلم والأمن والشؤون السياسية الإفريقية. إضافة شؤون سياسية لهذه المفوضية هو من أجل إحداث إصلاحات حقيقية في القارة السمراء. فالأوضاع السياسية لا يخفى على أحد بأن إفريقيا تعاني كثيرا من الديكتاتوريات ومن الحكم الاستبدادي والذي يعكس كثرة الانقلابات في إفريقيا منذ 1960 تاريخ استقلال كثير من الدول الإفريقية. سجلنا 100 انقلاب عسكري ونشاهد بين يعني صبيحة وأمسية انقلابات وأوضاع داخلية هشة في مختلف دول القارة من ليبيا إلى تونس إلى السودان إلى إثيوبيا إلى مختلف دول القارة. وهذا هو حجر الزاوية في الإصلاحات. إفريقيا بدون أنظمة سياسية ديمقراطية تكون نابعة من الصندوق، ستبقى دائما تابعة للقوى الاستعمارية القديمة وللشركات المتعددة الجنسيات التي توغلت في القارة السمراء والتي يعني سيادة الدول الأفريقية في الميزان هي سيادة ناقصة. ووقفنا على الكثير من الدول بأن الشركات المتعددة الجنسيات تساهم أو تؤثر بشكل كبير في تعيين الرؤساء الذين يضمنون الولاء الاقتصادي وتمويل مختلف القارات بالمواد الطبيعية. كذلك كثرت القمم بين الصين وإفريقيا، اليابان وإفريقيا، والتدخل يعني وزير الخارجية الأمريكي بلينكن في زيارته الأخيرة وقال بأنه سيعقد كذلك قمة في 2022 مع القارة السمراء. وهذا ما يعكس يعني الصراع الخفي خاصة بعد أن عادت روسيا على الخط والصين والولايات المتحدة الأمريكية، والكل يتخوف من أن تصبح القارة السمراء يعني ساحة لحرب بالوكالة بين الشرق والغرب وما هو ما يذكرنا بالحرب الباردة. إفريقيا التي فيها 1.3 مليار نسمة وعندها ناتج داخلي خام تقريبا ب3000 مليار دولار، كل هذه الطاقات و ما تملكه لا يعكس واقع التنمية في إفريقيا. 25% من الشعوب الإفريقية أمية، الكثير يموت بالهجرة غير الشرعية، وبالتالي فبالمختصر الفجوة الكبيرة بين الشعوب الإفريقية والأنظمة الإفريقية هي ما يجعل القارة السمراء في هذا الوضع الهش. وأعتقد بأن مطالب الكثير من السياسيين تفوق بكثير الواقع الإفريقي الصعب والتعيس في الكثير من الدول.